على الراديو 90 90. شهر جاز وشهر باص قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة أبله وده أستاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان إدارجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير أناناس، وده فنان خاطب حتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد في سيرة راجل وسيرة ست. حلوة قوي السيف الجديد يا مسرور، بجد أنا فرحان بيه ومبهور، أنا عايزك تسنه تاني وطول الليل تفضل تلمع فيه. يا نهار أزرق، وهو هيعمل بيه إيه؟ هو مسرور اشترى سيف جديد ليه؟ عشان يقطع الرقبة بيه، عشان يطير راس اللي يضايقني والدم يطرطش ويفوقني. أبويا فين عشان يلحقني؟ ما تعقل بقى يا شهرباز، انت مش بطلت حكاية قطع الرقاب دي من زمان. بس ناقص لي رقبة كمان، رقبة كمان وكمل الألف. هو انت رجعت تاني للعنف وعايز تكمل الألف ليه؟ هو انت بتعمل ألبوم ولا ايه؟ وبعدين ايه اللي مخليك زعلان ومتضايق؟ انت يا شهرجاز اللي مخلية مزاجي مش رايق. استاهل ضربة الجزمة، قولي يا اخويا روق لك مزاجك ازاي؟ اغني لك يا شهرباز ولا ايه رايك ارقص لك يا مولايا؟ لا مش عايز رقص، انا عايز اسمع حكايه ولازم تكون حلوه يا منايا، والا هقطع راسك زي البطايه. دليله سودا يا مولايا. لا يا اخويا اهدى وانا هحكي، وانا ورايا ايه؟ انا جايه هنا عشان احكي. احكي احكي لحسن ايدي بتاكلني على رقبتك، احكي بسرعة. حبا وكرامة. احكي بدل ما طير راسك زي الحمامة. يلا بسرعة يا كتكوتة، سمعيني بسرعة الحدوتة. من عيني يا ابن المبسوطة، صدر ودنك يا مولاي. بلغني ايها الملك اللي عايز يطير رقبتي، وربنا ينجيني من مصيبتي، هحكي لك قصة لو اتكتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. أهي آماق دي اللي هتخليني أطير رقبتك، احكي احكي بقولك. كان يا مكان في أحد البلدان المخبولة نجلاء، مرات الموظف الغلبان اللي اسمه علاء، راحت للشيخ مرصوف، وده شيخ مخاوي الجن بالألوف، عشان يعمل لعلاء جوزها عمل ويربطه على ظهر جمل، عشان ما يخونهاش جوزها علاء ويعرف عليها واحدة تانية اسمها رجاء، ومشيت ورا كلام الدجال مرصوف بغباء، ولو ادتني منديل الأمان هحكي لك اللي كان. معاك المنديل. والنبي يا شيخ مرصوف، أنا عايزك تعمل لي عمل يخلي علاء جوزي زي فردة الجزمة في رجلي، ألبسها وأنا خارجة وأقلعها وأنا راجعة، ولو الكعب اتخرم أركب له لوزة، أصله طول الليل والنهار قاعد على الفيسبوكس زي الكلب البلدي، وده لو شاف أي حرمة متربة هيهوهو عليها يا أخويا. الحقني يا شيخ مرصوف. طلبك موجود يا نجلاء يا بنت هيفاء، هخليلك علاء ابن سناء عامل زي شعر القفا ملوش لازمة. يا نهار أزرق، ملوش لازمة ازاي؟ لا يا شيخ مرصوف انت كده ما فهمتنيش صح. انا عايزة علاء يشوفني في عينه زي شاكيرة، ولا اقولك خليه يشوفني زي كيم كارديشان. جرى ايه يا نجلاء يا بنت هيفاء؟ وانت جاية لدكتور تجميل؟ الطلب اللي انت طالباه ده صعب، وبعدين العفريت اللي قاعد معانا مش مقتنع باللي انت عايزاه. عفريت؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يا خويا. بص يا شيخ مرصوف، قوله اني هديله مصنعية ايده اللي يطلبها، المهم علاء يشوفني شبه فتيات الاعلانات، انا عايزاه يشوف مراخيني قد الفراولاية، وشفايفي قد المشمشاية، وخدودي قد الكومتراية. واحدة واحدة للعفريت يقلبك طبق سلطة فواكه،
وبعدين الفاكهة اللي انت عايزاها مش ده الموسم بتاعها يا نجلاء. جرى ايه يا راجل؟ هو انا جاية الفاكهاني؟ ما تتصرف يا شيخ مرسوف، ان شاء الله تزرعها في صوب. مع انك طلبك صعب قوي يا ست نجلاء، لكن ان شاء الله هتخرجي من عندي مجبورة الخاطر. خدي القطنة دي يا ست نجلاء. قطنة؟ واعمل بيها ايه القطنة دي؟ هف يا نهار ازرق، دي ريحتها مهببة. انت كنت حاططها فين يا راجل؟ مالكيش دعوه يا نجلاء. ومديهاني اهبب بيها ايه؟ هتنقعيها بالليل في شويه ميه دافيه، واول ما الشمع اللي فيها يفك ويدوب اديها العلاء جوزك يشرب منها كوبايه على غيار الريق لمده 10 ايام. 10 ايام؟ طب افرد الشمع اللي في القطنه خالص. ارجعي لي تاني وانا اديكي بدلها، هو انا عندي اكتر منه. طيب ولما يشرب منها هيحصل له ايه يا شيخ مرسوف؟ الشمع اللي في القطنه هيعمل غشاوه على عينيه، مش هيخليه يشوفك خالص ولا يشوف غيرك. يا نهار ازرق، انت ناوي تعمي علاق يا شيخ مرسوف؟ ما تقلقيش، ده في الاول بس، اول ما الشمع يرصب في عينيه ويوقف عنني ساعتها هيشتغل الجن ويخليكي احلى من محمد النني. يلا يا بنت اتكلي على الله، امشي بسرعة قبل ما العفريت يرجع في كلامه حي. ومشيت نجلاء ورا كلام الشيخ مرصوف، بالرغم ان كلامه كلام مهفوف، عشان جوزها علاء يفضل جنبها ويفضل يبحلق فيها ويحبها. والمصيبة ان فيه ناس بتصدق النوع ده من الكلام وبتمشي يا مولاي ورا الأوهام. بس كده يبقى حرام؟ دول عالم دجالين ومعروف عنهم انهم نصابين. دول بيعملوا اعلانات في التلفزيون وبيقولوا الشيخ بيرجع الحبيب للحبيبة، وممكن يلاقي الغويشة المستخبية في الجيبة، وممكن يهدي النفوس ويخلي الوحشة تبقى أحلى من الطاووس. والناس بتدفع في الكلام ده فلوس؟ بتدفع يا خويا، ما هم غلبانين. بس بيني وبينك يا شهرباز، في شيوخ بيبقى مرفوع عنها الحجاب. الحجاب؟ ده أنا هطير راسك وارميها للكلاب. ولا مسرور، انت يا زفت يا اللي اسمك مسرور، انت يا فين يا زياف الزفت؟ انت هتتغابى تاني يا شهرباز؟ ايوه هتغابى يا شهرجاز، والمصحف لا تغابى ولا مسرور. حلق معايا يا ولا، امسك يا ولا يا مسرور. الله. انت من هنا وانا من هنا، اقفش إيه يلا، اقطع راسها بقى يا مسرور. الشيخ مرصوف، وانت يا مسرور يا رب امك تطلع تحج، والنبي يا مولايا ابوس ايدك لحد كمك، سيبني البكرة وغلاوة امك. قشطة جدا، اديك بيدا. رحاوك من ايد الدين، روح ربنا يهديك. شهر جاز وشهر باز، قاعدين عالكرسي الهزاز، دي عاملة ابله وده استاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان ادارك فلان محتاس، ودي عاملة ماسك عصير اناناس، وده فنان خاطي بحتة بيت، نازلين هري وعجن ولاد، في سيرة راجل وسيرة ست. محمد مشهد، إيمان السيد، سيد زكريا، طارق عليش.